بالمتظاهرين يقول المرجعية تتابعكم، مش قصد المرجعية هي مو مخصصة لفئة، يعني انه المرجعية تتابع التيار الصدري، تتابع الاطار، تتابع المدني، تتابع العلماني، تتابع كل الناس. المرجعية هي مظلة، خيمة كبيرة. الان هذه الخيمة هي خيمة روحانية تهتم بالشأن العراقي بالكامل، هي مو حكرا على فلان قطعا. المرجعية ما ممكن تصير هي مرجعية حكرا على الاطار. نعم اليوم اكو فد رسالة خطرة هنا، لانه تحدث بها الشيخ الغزالي من قال انه المرجعيه تنظر لكم، بمعنى احنا عندنا فد كارت اخضر من قبل المرجعيه مساند لكم. هذه لابد انه طيب كلمه المرجعيه استاذ علي في ذهنيه العراقي ماذا تعني؟ اليوم اذا قلت لك المرجعيه من ياتي في بالك؟ من الشخصيه التي تاتي في بالك؟ المرجعيه الان هي السيد السيستاني، ماكو غير. تمام اذن نعم إذن 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 الخطاب هنا السيد السيستاني يتابعكم، هكذا أقرأه أنا كعراقي، كعراقي بسيط على الأقل، لا أقول كعراقي يعني يعمل في هذا المجال. أستاذ أنس، أنا حقيقة ما أريد أبحر بالعمق الديني، لكن راح أتحدث من شيء محدد. اليوم المرجعية هذا راح يكلفني طبعا الكلام كلش هواي حقيقة، وانا اتحاشى القول بخط لانه قايلها في اكثر من مره انه لا زالوا اهلي بالعراق. المرجعيه اليوم ممكن ان تقف مع الاطار، ممكن ان ترى شيء من الاطار على اعتبار انه قاده الاطار يملكون خط محدد مع الاطار والتيار الديني والاتجاه الديني للمرجعيه. السيد الصدر نعم يملك خط مرجعي، يملك خط عقائدي، لكن خط مرجعيه السيد الصدر تختلف عن خط مرجعيه السيد السيستاني.